هل إظهار المرأة لنحرها وصدرها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم لها يعتبر من التبرج؟ وكيف يستطيع الرجل أن يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج؟ ذهب العلماء في تحديد من المحرم ينظر على أقوال، منها ما سمعتم من أنه ينظر ما جرت العادة في كشفه فقط من وجه وفرط وقلادة وذراع وقدم أسفل الساق، وزاد آخرون زيادة على ذلك من نظر إلى الرأس أيضا والعضدين ونحو ذلك. ولكن الوقت وقت خطير نحو آخر الزمان وفي غربة الإسلام، وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمه والعياذ بالله، فينبغي لها التستر مهما أمكن ولا تأخذ بالرخص الزائدة، بل مهما أمكن أن لا يظهر منها إلا ما جرت فيه العادة من وجه وكفين وقدمين، فهو أولى بها وأسلم لها، ولا سيما عند الخلوة بمحرمها أخيها الفاسق أو عمها الفاسق أو خالها الفاسق، فإن هذا فيه خطر عظيم. وكم سمعنا وكم بلغنا من شرور في هذه المسائل، فالأولى في هذا المقام للمرأة أن تأخذ حذرها ولا تقول هذا محرمي وهذا خالي وهذا لا، ولا سيما إذا خلا بها ما عندهما أحد، فإن أمر في خطورة في هذا الوقت. والتقي غير التقي، ومسائل النساء خطيرة حتى على الأتقياء، فكيف بغير الأتقياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.